السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. في هذا الفيديو أتيت لكم بتطبيق الواتساب المعدل الذي يحتوي على عدة مميزات خيالية. اسم التطبيق المعدل نا تو واتساب، ان اي تو واتساب، فهو ضد الحظر الاتصال العادي وأيضا اتصال بالفيديو. فهذا التطبيق يساعدك في الاتصال بأي شخص في العالم. مثلا إذا كانت دولتك قامت بحظر الاتصال فيمكنك تحميل هذا التطبيق الواتساب المعدل والاتصال بأي شخص في العالم. هناك الإمارات هي أيضا قامت بحظر الاتصال، فيمكن للأشخاص الذين يقيمون في الإمارات عليهم بالتحميل هذا التطبيق الواتساب المعدل والاتصال بأي شخص وبدون مشاكل. سوف نتطرق إلى عدة مميزات للواتساب المعدل من خلال هذا الفيديو. المهم، إذا كنت تريد معرفة وطريقة استخدام كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو الضغط على زر صابوني ثم التفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قدمت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيت لكم بنسخة الواتساب المعدل والذي يحتوي على عدة مميزات من بينها مضاد للحظر الاتصال. كما قلت لكم في بداية الفيديو، إذا كانت دولتك قامت بحظر الاتصال فيمكنك تحميل هذا التطبيق الواتساب المعدل، وسوف أريكم لحل هذه المشكلة في هذا الفيديو، وسوف نكتشف معا عدة مميزات لهذا التطبيق. وأيضا هناك مميزات، ما شخص إذا قام بحذف السطور الخاص به فأنت لن تحذف عندك، سوف تقوم بمشاهدته. وإذا قام الشخص بحذف الرسالة الذي قام بإرسالها لك فلن تحذف، سوف تشاهدها أيضا ويمكنك قراءتها. نعم، سوف نقوم بالدخول إلى التطبيق. سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو، فعندما تقومون بالدخول إلى الواتساب وتقومون بتحميله من خارج البلاي ستور، فطريقة التفعيل إدخال الرقم وسوف تتواصل برسالة وتقوم بإدخال ذلك الكود، وسوف تنفتح لك على هذا الشكل وتجد الواجهة الرئيسية للواتساب المعدل على هذا الشكل يا أخي الكريم. فكما ترون تجد هذه الواجهة. تقوم أول شيء بإدخال صورتك الشخصية يا أخي الكريم عبر الضغط هنا على 3 نقاط، ثم تقوم بالذهاب إلى السيتنج. فكما ترون واجهة مختلفة يا أخي الكريم، وتقوم بالتغيير الصورة. فهذه الواجهة كلكم تعرفون، فهي متواجدة في الواتساب العادي المتواجد في أبلاي ستور. نقوم بالرجوع إلى الخلف. كل ما يهمنا هي المميزات الأخرى المتواجدة داخل هذا التطبيق الواتساب المعدل. فكما ترون هنا في الأسفل يا إخواني الكرام، هنا تجد سيتنج، تقوم بالضغط عليها وتظهر لك الإعدادات الخاصة بالواتساب. سوف نتطرق إليها فيما بعد. نقوم بالرجوع إلى الخلف. هنا تجد كال، اتصال الأشخاص الذين قمت بالاتصال بهم داخل هذا الواتساب. وهنا ستاتي، هنا الأشخاص الذين قاموا بتنزيل حالتهم داخل الواتساب. وهنا الشات، هنا الأشخاص التي تقوم بالدردشة معهم. وهنا الكاميرا، تقوم بالضغط عليها وتقوم بتنزيل ستوري أو أخذ صورة لتنزيلها على الستوري الخاص بك. سوف نقوم بتغيير اللغة لهذا الواتساب لكي نفهم كثيرا إخواني الكرام. نقوم بالضغط على 3 نقاط هنا في الفوق هكذا، ثم نقوم باختيار الاسم الثاني NA Setting، نقوم بالضغط عليها. ننزل إلى الأسفل قليلا، نقوم بالضغط على More Setting، نقوم باختيار اللغة هنا App Language، نقوم بالضغط عليها. نقوم بالبحث عن Arabic، هذه هي. نقوم بالرجوع إلى الخلف للتحديث والتحويل إلى اللغة العربية. نقوم باختيار أبدا، نقوم بالضغط على التم. فكما ترون إخواني الكرام، لقد تم التغيير إلى اللغة العربية لكي نكتشف معا الإعدادات والمميزات المتواجدة داخل هذا التطبيق الرائع. سوف نكتشف أول ميزة، وهي
عدم حذف الرسائل، فهي تكون أوتوماتيكيا متواجدة في الوسط عند تحميله بدون أن تقوم بتفعيل تلك الخاصية. مثلا سوف أقوم بالدخول إلى مي، هذه الدردشة الخاصة بي مي، فكما ترون هنا قمت بإرسال رسالة إلى هذا الوسط المعدل وقمت بحذفها، ولكن لم تحذف هنا من داخل هذا الوسط. سوف أكررها معكم مرة أخرى، سوف أقوم بالرجوع إلى الخلف والذهاب إلى الوسط الآخر. عفوا، سوف أقوم بإرسال الرسالة إلي مثلا هكذا، هي هلو، أقوم بإرسالها. فكما ترون إخواني الكرام، لقد قمت بإرسال الرسالة، سوف نكتشف إذا توصلت بها. نعم، فكما ترون إخواني لقد توصلت بها، سوف أقوم بحذفها من الواتساب الخاص بي. أقوم بحذفها هكذا، أقوم بحذفها نهائيا، الحذف لدى الجميع. فكما ترون قمت بحذفها من هنا. سوف أتوجه إلى الواتساب المعدل NA واتساب، قم بالضغط عليه والدخول إليه. فكما ترون إخواني الكرام، فلا هنا لم تحذف من داخل هذا الواتساب كما ترون. سوف أقوم بالرجوع إلى الخلف والدخول مرة أخرى لكي تكتشفوا معي. أقوم بالدخول إليه، فكما ترون تظل علامة الحذف المنع، علامة حذف منع الحذف. كما ترون إخواني الكرام، لقد قمت بحذفها من الواتساب الخاص بي الرسمي كما ترون، قمت بحذفها هنا، ولكن من هنا عفوا، ولكن من داخل هذا الواتساب لم تحذف. يمكنني قراءتها يا أخي الكريم، وأيضا بهذه الطريقة يمكنني مشاهدة ستوريات الخاصة بالأصدقاء. إذا هم قاموا بحذف ستوريات، سوف تظل هذه العلامة في الستوري الخاص بهم، يعني ذلك الستور قام بحذفه وأنا لم يحذف عندي. المهم، هذه هي الطريقة الأولى يا إخواني الكرام. سوف نكتشف مميزات أخرى وقطع الاتصال الواي فاي على هذا الواتساب المعدل لكي لا تتوصل بالرسائل لأشخاص إذا كانوا يزعجونك يا أخي الكريم. هنا في الفوق تجد الواي فاي، علامة الواي فاي، تقوم بالضغط عليها ثم تقوم بالضغط على موافق إيقاف الإنترنت. لن تتمكن من إرسال أو استقبال أي رسائل حتى تقوم بإعادة تشغيل الإنترنت عن الواتساب. فقط هنا نقطع الإنترنت على الواتساب لكي لا نتوصل بالرسائل أو نقوم بإرسال الرسائل للأشخاص الآخرين. سوف نكتشف ذلك مع نشوان إكرام. أقوم بالضغط على موافق، وبهكذا قمت بقطع الاتصال على الواتساب. فكما ترون غير متصل بالإنترنت. ولتشغيل الواتساب وتشغيل الإنترنت على الواتساب، نقوم بالضغط هنا على علامة الواي فاي المتواجد بها القفل، نقوم بالضغط عليها للتفعيل يا أخي الكريم. فكما ترون الآن تم تشغيل الإنترنت على الواتساب، ويمكنك قطع الإنترنت وتشغيل الإنترنت على الواتساب. هذه هي الطريقة الثانية أو الميزة الثانية. الآن سوف نكتشف الميزات الأخرى يا إخوان الكرام. نقوم بالضغط على 3 نقاط في الفوق، أو نأتي إلى الأسفل ونقوم بالضغط على الإعدادات. هنا تجد التحديثات. إذا قام المطور لهذا الواتساب بتحديث الواتساب من جديد، سوف تجده هنا عن تقوم بالضغط عن البحث عن التحديث الجديد، تقوم بالضغط عليه وسوف تتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي. هذه لأنك شاركت لها. هنا تجد مؤثرات الرد التلقائي الرسالة مجدولة. عفوا، هنا المؤثرات المتساقطة، مؤثرات التنقل 3D، وهنا الرسالة المجدولة، وهنا الرد التلقائي. اضغط لتفعيل الرد التلقائي للرسائل. إذا لم تكن متواجد داخل الواتساب وقام الشخص بإرسال لك رسالة، سوف يتم إرسال له رسالة تلقائية من داخل هذا الواتساب المعدل. نقوم بالضغط عليها، نقوم بالضغط هنا على الزائد، وهنا نقوم بضع الرد الذي سوف يتم إرساله تلقائيا. مثلا تقوم بكتابة عفوا أنا غير متواجد حاليا على الواتساب، سوف أقوم بمراسلتك فيما بعد. وعندما يرسل لك الشخص رسالة سوف تظهر له هذه الرسالة، يا أخي الكريم عفوا أنا غير متواجد على الواتساب، طن 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 وإلى آخره. فأنا لن أقوم بذلك، فقط أريكم الخاصية يا إخواني الكرام. هنا تقوم بالوضع
معا او مجموعات او جهات الاتصال، هم الاشخاص الذين سوف يتواصلون بهذا بهذه الرساله التلقائيه. تختار اما جهات الاتصال او المجموعات او معا او الكل. نقوم بالرجوع الى الخلف واكتشاف مميزات الاخرى. هنا تجد التيمات، تحميل التيمات. اذا كنت تريد تغيير التيم الخاص بالواتساب المعدل، فكما ترى تذكروا معي الواجهة الأولى التي كانت، سوف تظلكم الواجهة على هذا الشكل إذا قمتم بالتحميل هذا التيم أو التيم الآخر الذي سوف تحبونه أنتم. فكما ترى سوف يظلك التيم على هذا الشكل. فأنا لن أقوم بالتغيير يا إخوان الكرام، أقوم بالرجوع إلى الخلف. مثلا إذا أعجبك هذا التيم تقوم بالضغط عليه. تشاهد الصورة كيف يظهر لك الواتساب، تقوم بالضغط على التثبيت، وبعد التثبيت تقوم بتحديث الواتساب، وسوف تظل لك التيم على هذا الشكل. يظل لك على هذا الشكل يا أخي الكريم. أنت سوف تختار التيم أو سوف تضع التيم كما هو. هنا تطبيق التيم من الملف، فهذه لا نحتاجها. وهنا حفظ التيم، استعادة التيم. إذا قمت بتحميل تيم جديد وتريد استعادة التيم القديم، كل ما عليك فعله هو الضغط على استعادة التيم، عرض جميع التيمات المحفوظة. هنا إعادة الضبط إلى الخيارات الافتراضية ليو واتساب، فهذه لا نحتاجها أيضا لكي نقوم بحذف الواتساب أو جعل خلل ما. نقوم بالرجوع إلى الخلف. هناك كاثر بروكسي، هذه الخاصية التي تحدثت عنها من قبل، يفك الحظر للدول التي تم حظر المكالمات فيها، مثلا السعودية، الإمارات، وأيضا تركيا. هذه الدول قامت بحظر الاتصال العادي وأيضا اتصال الفيديو، فلا يمكن للأشخاص الذين يقطنون في تلك البلدان بالاتصال بأي شخص في العالم. لكن مع هذا التطبيق يمكنك الاتصال. مثلا أنا أقطن في الدولة الإمارات ولا أستطيع الاتصال بشخص في المغرب، عليه بالتحميل هذا التطبيق والدخول إلى هذه الخاصية والتفعيل هذه الخاصية على هذا الشكل، وسوف يظهر لي قفل أو ساروت أو مفتاح في شاشة الهاتف، وهكذا سوف أستطيع الاتصال بأي شخص يا أخي الكريم، في المغرب، في بلجيكا، في فرنسا، في الجزائر، في أي دولة في العالم، رغم أن الدولة الخاصة بي قامت بحظر الاتصال. نعم سأقوم بقفل هذه الخاصية، فأنا في دولة المغرب والحمد لله يمكنني الاتصال بأي شخص في المغرب، فدولة المغرب لم تقم بقطع الاتصال. سوف نقوم بالرجوع إلى الخلف. هنا تجد الشاشة الرئيسية، يمكنك تغيير ألوان التيم الخاص بالواتساب وتغيير الكتابة وإلى آخره. هنا البار العلوي يمكنك تغيير هنا اللون لشاشة الأفقي الخاصة بالواتساب المعدل، فيمكنك تغييره، فأنا لا أقوم بتغيير اللون. فقط أريكم بعض المميزات إخواني الكرام. هنا الصفوف، أيضا يمكنك تغيير ألوان وتغيير حجم الكتابة وإلى آخره، وتغيير خلفية عدد الرسائل، وتغيير الشخص، لون الشخص المتصل، ولون آخر ظهور للشخص. مثلا أنا قمت بقفل الواتساب بالخروج من الواتساب على الساعة 4 مساء، ويمكنني تغيير تلك 4 إلى اللون الأصفر أو الأحمر، رغم أنها تكون باللون الأصلي الأبيض، وأنا يمكنني التعديل عليها باللون الأصفر الأحمر، وأيضا يمكنني التعديل على الاسم الشخص رغم أن الاسم يكون باللون الأبيض. سأقوم بتغييره إلى لون كيف ما كان، أنا أحب اللون أحمر مثلا، سأغيره إلى اللون أحمر أو إلى اللون الأصفر. فهذه كل الخاصيات متواجدة داخل هذا التطبيق. نقوم بالرجوع إلى الخلف. وهنا الويدجات، يمكنك أيضا التعديل على الحجم الواتساب أو فن الحجم الألوان والحجم الأسماء وإلى آخره. هكذا تقوم باختيار أي لون. نقوم بالرجوع إلى الخلف. هنا تجد مزيد من الإعدادات. هنا تغيير اللغة، تغيير نوع الخط، يمكنك تغيير ستايل الخط، فكما ترون إخواني الكرام هناك عدة كتابات جميلة ورائعة، وتغيير أيضا أيقونة التطبيق.
سوف نقوم بالضغط عليها وسوف نقوم باختيار أي لون يا أخي الكريم أو أي أيقونة. سوف نبحث، فكما ترون هنا الشعارات الدول إخواني الكرام من بين لبنان مصر الإمارات والعراق وتونس. مثلا سوف أختار أنا المغرب، فأنا أحب بلدي كثيرا. سوف أقوم باختيار المغرب. تم تطبيق الرمز الجديد، فلن أقوم بالرجوع إلى الخلف لكي لا يطول الفيديو كثيرا، رغم أن الفيديو وصل إلى 16 دقيقة. فأنا أقوم بشرح لكم كل المميزات لكي تفهموا يا أخواني الكرام. وأيضا يمكنك التغيير أيقونة الإشعارات التي تصلك هنا يا أخي الكريم، يمكنك التغيير إلى أي أيقونة تريد. هنا الشكل الإيموجي القديم، يمكنك الاكتشاف الكثير والكثير من المميزات يا أخي الكريم. وهنا التفعيل المتصل دائما، رغم أنك خرجت من الواتساب يمكنك أن تظل للأشخاص الذين يحتوون على الرقم هاتفك، تظل لهم متصل رغم أنك غير متصل على الواتساب، تقوم بالتفعيل هكذا. أنا لا أقوم بذلك لكي لا يستنزف البطارية. نقوم بالرجوع إلى الخلف. وأيضا يمكنك قفل الواتساب بالبصمة، تقوم بتفعيلها هكذا وتختار إما بالبصمة أو النمط أو الرقم. أنا لا أقوم بذلك. يمكنك تغيير نمط السؤال الاحتياطي وتغيير خلفية للقفل إما افتراضي أو اختيار صورة من اختيارك يا أخي الكريم. وهنا إخفاء خط الرسم النقش، إيقاف الرجة عند الكتابة النمط. أقوم بالرجوع إلى الخلف. هنا إخفاء الوسائط من المغرب والصور، فهذه لا تهمنا أيضا. هنا مسح ملفات الواتساب المؤقتة. فكما ترون هذه المميزات الرائعة المتواجدة داخل هذا الواتساب المعدل. سوف أقوم بالرجوع إلى الخلف لكي نكتشف إذا قام التغيير إلى أيقونة المغرب. فإذا أردت أن أشاهد هذه الأيقونة تم تغييرها علي، أن أقوم بإيقاف الهاتف، بإعادة تشغيل الهاتف من جديد، وسوف تظل الأيقونة المغرب، دولة المغرب. فكما ترون إخواني الكرام، فبعد أن قمت بإعادة تشغيل الهاتف لقد تم تغيير أيقونة الواتساب المعدل إلى أيقونة بلد المغرب. وأنت أيضا يمكنك التغيير إلى أي بلد تريد، مثلا دولتك أو دولة أخرى إخواني الكرام. نعم، فكما ترون إخواني الكرام، فعندما تقوم بتغيير أيقونة عليك بإعادة تشغيل الهاتف لكي تظلك الأيقونة على الدولة التي قمت باختيارها. وقمت بتغيير أيقونة وإعادة تشغيل الهاتف ودخلت إلى التطبيق الواتساب وقمت بالتواصل مع عدة أصدقاء بدون مشاكل. نعم إخواني الكرام، ونسيت أن أقول لكم شيئا مهم إخواني الكرام، فعندما تقومون بتحميل التطبيق الواتساب المعدل وتريدون التواصل مع أصدقائكم فلا يمكنكم ذلك. مثلا عندما تقوم بالضغط هنا وتقوم بالتوجه إلى المكان الأصدقاء الذي تريد الدردشة معهم، فلن تظلك الواجهة على ذا الشكل. كل ما عليك فعله يا أخي الكريم هو إعطاء الحق الدخول هذا التطبيق المعدل إلى هاتفك. كيف؟ سوف أريكم الطريقة يا إخواني الكرام. نأتي إلى التطبيق المعدل، نقوم بالضغط عليه مطولا هكذا، ثم نقوم بالضغط على انفورميشن دول الابليكيشن هكذا، وننتظر قليلا وتظل معنا هذه الواجهة. نقوم بالضغط على اوتوريزاسيون هكذا، وسوف تجد هذه الخاصيات كلها هكذا، تجدها هكذا. كل ما عليك فعله هو التفعيل أو إعطاء الحق الدخول إلى الهاتف، إعطاءه الحق الدخول إلى الصور، إلى الميكروفون، إلى الأصدقاء المتواجدين على هاتفك، الأرقام الأشخاص المتواجدين على هاتفك كونتاكت، وأيضا إعطاء الحق الدخول إلى SMS وإعطاء الحق الدخول إلى الهاتف. نقوم بالضغط على التليفون وهكذا نقوم بالرجوع إلى الخلف يا إخواني الكرام. نقوم بالضغط على الواتساب المعدل، نقوم بالضغط هنا في الأسفل على الزائد ونختار الأيقونة الأولى
هكذا، وسوف تظل لك الوجع على هذا الشكل. في الأول ستظل لك الوجع على هذا الشكل، وعندما تقوم بإعطاء الحق الدخول إلى الهاتف وتفعيل تلك الخاصيات، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى هنا اليسار، تقوم بالضغط على 3 نقاط، ثم تقوم بالضغط على التحديث يا أخي الكريم، وانت تنتظر تقريبا إلى 5 ثواني أو 10 ثواني لكي تظل لك جميع الأصدقاء المتواجدين على الكونتاكت الخاص بك على الهاتف. فكما ترون لقد دار الأصدقاء المتواجدون على هاتفي، وهكذا يمكننا التواصل مع أي شخص يا أخي الكريم. نعم، فبعد تفعيل هذه الخاصية وتريد الدردشة مع أي صديق مثلا، سوف أختار أنا هذا. وأيضا يمكنك تغيير الكتابة، مثلا سوف أقوم بكتابة لو هلو هكذا، لاحظ معي هلو كتابة عادية. سوف أقوم بالضغط هنا على الزائد المتواجد هنا، هذا الزائد، ثم أقوم باختيار باك تكست. والله شاهد معي الكلمة، فكما ترون لقد تم التغيير إلى كتابة احترافية، نقوم بالضغط على إرسال. فكما ترون إخواني الكرام، وأيضا يمكنك إرسال له قلب عبر الضغط هنا في الأسفل القلب كما ترون إخواني الكرام. وميزة أخرى يا إخواني الكرام هي قفل هذه الدردشة، يمكنك فقط اختيار أصدقاء الذي تريد قفل دردشتهم لكي لا يستطيع أي شخص الدردشة أو الدخول إلى الدردشة وقراءة الرسائل. نقوم بالضغط على 3 نقاط في اليسار، ثم ننزل إلى الأسفل، نقوم بالضغط على قفل المحادثة. كما ترون يمكنك الاختيار القفل إما عن نمط أو رقم أو البصمة. كما ترون إخواني الكرام، يمكنك قفل هذه الفتاة أو هذه الدردشة. مثلا لديك صديق عزيز أو لديك حبيبة وتريد قفل الدردشة معها لكي لا يستطيع أي شخص الدخول وقراءة الرسائل التي تدور بينكما. نعم إخواني الكرام، يمكنك اختيار أي شخص وعمل له قفل للدردشة. وأيضا ميزة أخرى وهي عفوا هي تغيير خلفية الواتساب الصورة. نقوم بالضغط على خلفية الشاشة، نقوم بالضغط على معرض، سوف يتوجه مباشرة إلى الصور. نقوم باختيار الصورة، مثلا سوف أضع صورتي الشخصية. فكما ترى نقوم بالضغط على التعيين. كما ترون إخواني الكرام، قمت بتغيير الصورة كما ترون إخواني الكرام. وأيضا هناك مميزات أخرى، كتم الإشعارات، عليك هذه كتم إشعارات لكي لا تتواصل بأي رسالة بهذا الشخص، وتضغط هنا على المزيد. يمكنك حظر هذا الشخص أو إبلاغ عنه أو مسح المحتوى الدردشة. كما ترون إخواني الكرام، هناك عديد من الميزات داخل هذا التطبيق. هنا عرض جهة الاتصال الخاصة به، هنا البحث في الإنترنت، الذهاب إلى الرسالة الأولى. مثلا إذا كانت لديكم أي العديد من الرسائل وتريد الذهاب إلى الرسالة أول رسالة قمت بإرسالها له، تقوم بالضغط على 3 نقاط، ثم تقوم بالضغط على الذهاب إلى للرسالة الأولى، تقوم بالضغط عليها وسوف تظل لك أول رسالة قمت بإرسالها لهذا الشخص. وأيضا يمكنكم تحميل الإحالات لأصدقاء إخواني الكرام، سوف أقوم بالتوجه إلى الحالة السطورية الخاصة بالأصدقاء، سوف أقوم بالبحث عن ستور، مثلا هذا ستور، ويمكنني تحميله يا أخي الكريم عبر الضغط على السهم في الأسفل، أقوم بالضغط عليه وسوف يتم تحميل هذا السطور وسوف أجده داخل الهاتف الخاص بي. المهم يا إخواني الكرام، لكي لا أطول عليكم في هذا الفيديو، فأنا قمت بشرح لكم عدة مميزات والرائعة المتواجدة داخل هذا التطبيق الواتساب المعدل. فأسف لأن هذا الفيديو كان طويل يا إخواني الكرام، لقد وصل إلى تقريبا إلى 19 دقيقة. المهم يا إخواني الكرام، سوف أقوم بتنزيل لكم عدة واتسابات معدلة مستقبلا. وإلى هنا وانتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.